حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الرعاية الصحية في جنوب قطاع غزة على وشك الانهيار، حيث أدت الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة إلى زيادة الضغط على النظام الطبي المتعثر. وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن 10 فقط من مراكزها الصحية من أصل 26 في قطاع غزة لا تزال تعمل. ومنذ اندلاع الصراع في أكتوبر من العام الماضي تم تسجيل أكثر من 1000 هجوم على المرافق الصحية في الجيب المحاصر حسب ما أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية.